السيد الله يرحمه اللي كان سيبي عم المرأة في مسكين مرض الزهايمر 6 أيام ومتغيب على دارهم على دارهم خلوه في قلبه على ولاده الله يرحم والديك إلا حاولت لوحه عنده في الصفحة ديال الجريدة سيبي عمي مدام راه كان خدام في بولي كلينيك هاد السيد الله يرحمه اللي كان سيبي عم المرأة في مسكين مرض الزهايمر 6 أيام ومتغيب على دارهم على دارهم خلوه في قلبه على ولاده الله يرحم والديك إلا حاولت لوحه عنده في الصفحة ديال الجريدة غنسيبي عمي مدام راه كان خدام في بولي كلينيك.